ما هلا نور رح نروح لمحطتنا الختاميه ورح نحكي اكثر عن عالم التصوير الفوتوغرافي، تثبيت الزمن من خلال اطار معين بوقت معين واضاءه معينه ومشهد معين، قد ايه هي الصوره اللي ممكن تستغرق وقت طويل لتظهر لنا، قد ايه ممكن تعبر وتعطي رسائل معينه، والى اشكال وقوالب فنيه مختلفه جدا. رح نتعرف اكثر على فن التصوير الفوتوغرافي والقوالب الحديثه مع ضيفنا اليوم المهندس احمد فرج الله قويدر. يسعد صباحك واهلا وسهلا فيك. صباحك يا ربي، اهلا وسهلا. يسعد صباحك. خلينا نحكي عن عالم الفوتوغراف، يعني عم نشوف كثير من الشباب يمكن بعيدا عن مجال دراستهم عم يتوجهوا للتصوير الفوتوغرافي، شو اللي بيميزه اكثر؟ يعني شو اللي جذبك اكثر لما نقول عم نشوف التقنيات اساسا الحديثه والتصوير، بس الفوتوغراف بشكل خاص شو في يميزه عن التصوير الاخر؟ تمام، اول شيء حتى نعرف الناس شو يعني تصوير فوتوغرافي، هو عباره عن تسجيل لماده مسلط عليها الضوء، او حتى تكون هي الماده هي منبعثه للضوء. اما بالنسبه لكلمه فوتوغرافي فهي جايه من كلمه يونانيه معناته صوره مرسومه ومطبوعه. هلا احنا هذا الطباعه بالنسبه ليش احنا تخصصنا بموضوع الفوتوغرافي، لانه مثل ما بتعرفوا في عندنا التصوير الطبي اللي بيعتمد على موضوع الكهرومغناطيسي. تمام، فالناس لما بتقول تصوير فوتوغرافي اغلب الناس بتقول انا بعرفك انا مصور فوتوغرافي، وكل الناس حابه تتوجه لهذا الموضوع. ليش؟ لانه صرنا نشوف في فن. الناس زمان ما كان بإيديها كاميرات مثل العالم خلق تكون تقنية موجودة قدامها. هلأ ما شاء الله بتطور الموبايلات والتطور التقنية اللي موجودة فيها كل الناس صار مؤهلة لأن تشتغل بهذا المجال. بتطور الإنترنت واليوتيوب صفة 3/4 الناس إذا تحب أنه تنجز أعمالها بنفس هذا المكان. طيب هون بدي أسألك أستاذ أحمد، يعني شو اللي بيفرق، أو خليني أقول كلياتنا بنعرف الموبايلات والكاميرات فيها إعدادات معينة، فأنا ممكن من دون ما أخلق بيئة معينة للتصوير من الموبايل نفسه فيني غير بإعدادات اللون، قديش ممكن فيه إشباع، شو التوازن اللوني بين الأبيض والأسود، يعني في كتير تفاصيل ممكن ألعب فيها بالجهاز نفسه لسه ما لعبت بالبيئة المحيطة. خلينا نحكي عن هاي المدارس وشو الشيء اللي بتقول عنه صح هاي صورة حلوة مأخوذة بطريقة فنية، وفي شيء بنقول عنه لا هي معايير مشوهة لا صحيح. ترقى أنه هي تكون صورة فوتوغرافية. طيب هلأ بالنسبة أول شيء حتى نشوف نحن هذا المصور الفوتوغرافي هل هو قادر على أنه يستلم هذا الموضوع؟ مثل ما تفضلتي التقنية الموجودة هلأ بالموبايلات خلت الناس حتى لو ما عنده إلمام أو فينا نقول احتراف بالتصوير صفت تساعده هي التقنية الموجودة. صحيح. ولكن في شغلات أساسية، يعني بفرض هذا الشخص قد ما عمل بالإعدادات إذا كانت الإضاءة غلط لو عدل بهي الإضاءة رح تطلع مشوهة بدل ما تطلع راكزة، فمعناته تماما. اختيار المكان الصحيح، الزاوية الصحيحة، الكادر إذا ما كان أخذ كادر صحيح قد ما عدل بموضوع الإضاءة، إذا ما كان عنده فينا نقول حس أساسي ليختار زاوية صحيحة ليختار إضاءة صحيحة لإله قد ما تعدل بالتقنية اللي موجودة بالموبايلات. فإحنا هي أول شيء، هل هذا الشخص عنده الكفاءة المناسبة لأنه يأخذ اللقطة؟ 3/4 الناس هلا وين عم تأخذ كفاءتها؟ من خلال مشاهدة صور احترافية تانية، فبتحاول تقلدها. من هون بلشت العالم تتعلم ولو بشكل غير مباشر بهي التقنية. بعد ما يكون متعرف على الشيء الأساسي بموضوع التصوير الفوتوغرافي هون بقى ممكن تساعده التقنيات الثانية. طيب خلينا نحكي، مثل ما قلت يمكن أغلب الناس صارت اليوم متجهة للتصوير الفوتوغرافي، وحتى نحن بتلاقينا بنحب تسجل صورة معينة لعائلتك لقرايبك لمناسبة خاصة يمكن عزيزة. خلينا نحكي عن الأخطاء الشائعة بالتصوير الفوتوغرافي لكل الناس اللي تستفيد شوي، لأنه اليوم عم نقول ممكن أي حدا يشتري كاميرا ويحاول يصور، بس بتلاقي النظرة بتفرق، الزاوية بتفرق. صحيح. في كتير تفاصيل بتفرق، يمكن هي بعض فقط الخطوات اللي إذا أنا فعلياً التزمت فيها بحصل، ما عم أقول كمصور فوتوغرافي بشي طريقة مثالية، بس أقل شيء تكون الصورة جميلة ومقبولة. يعني الهدف أساساً من الصورة الفوتوغرافية هي حفظ ذكرى عزيزة على قلب الشخص. صحيح. هلأ في عندي أنا نظرية بقول أنه دائماً الإنسان كيف ما الله خلقه بتلاقيه حلو، بس العتب على مين بقى ببلش على مصور لما ما ياخذ زاويه صحيحه لإله. كثير لانه بتشوف الناس بتقول والله انا طالعه حلو الصوره، ليش طالعه؟ ليش هيك عاملين فينا؟ هلا اوقات اوقات انا بزاويه معينه من الكاميرا ما بتاخذ شيء اللي انا برغبه.
يعني في بتلاقي بعض الناس دائما بدير وشها لهالطرف، هي باعتقادها انه انا اذا طلعت من هذا الطرف وطلع كثير حلو. هذا الشيء ما راح يحدده اللي عم بيتصور، اللي بده يحدده مين؟ المصور. هي اول نقطه. نقطه ثانيه، بس هيك عليه للي بده ياخذ صوره جميله يتعرف بس قبل ما هنالك على قواعد التصوير، مثلا مثل قاعده الثلثين الثلث، وين الاختيار المناسب لوجود هذا الشخص. مثل ما اذا احنا بدنا نصور صور شخصيه، كيف بده يكون الكادر تبعه، اللقطه الصحيحه تبعه لهذا الشخص. هي اول نقطه. نقطه ثانيه، انا بدي اعتمد كثير منيح على موضوع الاضاءه. يعني اذا بدنا نحكي مثلا انا اضاءتي مهم بدي احصل عليها، هل انا عم بتصور بمكان داخلي او خارجي؟ بفرض انا عم بصور بمكان داخلي، مو معقول اني احط عدسه الكاميرا مباشره بالاضاءه، فهيك رح يعطي رفلي، رح يعطي توهج للضوء، ما رح يبين هذا الشخص. بمقابله كمان انا اذا عم صور تصوير خارجي، دائما لازم يكون اتجاه الاضاءه بعكس اتجاه الكاميرا. ممكن انا ارسم الضوء حتى على الوش من خلال هذا الموضوع. يعني احنا نبلش بالاساسيات بعدين نبلش بالفنيات، وكل ما احنا تملكت نفسي، تملكت ادواتي بشكل صحيح. يعني في بعض الناس بتمسك موبايل بس ما بتعرف اعداداته، مع انه اذا انا تفرجت على اعدادات الكاميرا اللي موجوده فيه رح لاقي ميزات كثير حلوه بتساعدني على اني اخذ اللقطه بشكل صحيح. فلازم هذا المصور اللي اسمه مصور فوتوغرافي يكون متمكن من كل ادواته اللي موجوده، اللقطه الصحيحه، كادر صحيح، لازم يكون عنده جرأه. شلون يعني؟ يعني انا بدي صور بفرض بمكان فني بعرس، بخجل والله اقرب، ما رح تطلع معك صوره حلوه. صح، انت اسمك مصور فوتوغرافي، بدك تعرف المكان، الزاويه الصحيحه اللي بدك تاخذ، ان شاء الله تكون قدام العرسان مثلا. مزبوط. طيب خلينا نحكي كمان، مثل ما حضرتك حكيت في كثير تفاصيل بتدخل بالصوره نفسها وبالاعدادات. هلا صرنا نشوف بعض انواع الموبايلات الحديثه بتعطي خيارات التصوير الليلي، تصوير بضوء القمر، التصوير النهاري. مثلا كلياتنا بنعرف انه في صوره كل الناس بتحب تتصورها مثلا على البحر، انه انا بدي اخذ صوره الغروب، طب ليش مو طالعه معي مثلا طالعه انا معتمه الشمس مو مبينه؟ هي تفاصيل. او حتى الانعكاسات، يعني في شخص بحب ياخذ شيء وراه هو ماسكه بايده، يعني تفاصيل كثير ناس بتشوفها لهي الصور بتحب تقلدها. خلينا نعطي شويه نصائح عن هذا الموضوع. هلا اول امر، بكل مكان له حدوده بالتصوير. مثلا مثل ما تفضلتي تصوير الغروب كتير حلو وموجود، ولكن أي شخصية أنت بدك تحطيها مع الغروب رح تكون سودة، ما رح يبين. فأنا إجباري بقى بدي، لا أنا أتقصد أنه أنا ما بدي الشخص يبين، ولكن بدي يبين هو تفاصيله هيك بشكله العام، فهذا لحاله فن. إذا أنا بدي أخذ الشخص بالغروب فمعناته أنا ما عد ميزت الغروب، أنت هلأ عم بتحددي العنصر الأساسي. طيب في إضاءة معينة ممكن تنحط يظهر الشيء مع بعض يعني؟ بالنسبة للتصوير الخارجي أنا ممكن ضيف معي عواكس. العواكس خلينا نبلش بالشيء البسيط، جيب فلينة بيضة إذا ما في معي يعني أدوات مهمة غير العواكس اللي إحنا بنلاقيها موجودة بتنباع بمحلات تصوير، بإمكاني يجيب أي شيء بيعطي انعكاس للضوء بيساعدني على الإضاءة. تمام. نصيحة تانية باللي بدهم يفوتوا أو يتعاملوا بهذا المجال، أعرف اختار الزاوية الصح، أعرف اختار إعداداتك الصح. بكل مكان انت عم بتصوره مثل ما تفضلتي في اماكن ليليه، ما بفيدني انا بس البرنامج، انا بفيدني الاضاءه اللي بدها تكون موجوده معي. التقنيات اللي موجوده بالموبايل هي عم بتساعد، ولكن الكاميرات الاحترافيه لا، هي فيها تقنيه صحيحه موجوده داخل الكاميرا. هو بالاخير يعني الفارق هو انعكاس الضوء اللي بده يكون على داخل الجهاز السنسور. فنصيحه اللي كمان بده يصور، اذا انت ما عندك القدره الكافيه انك تشتري كاميرا احترافيه، حاول يكون الموبايل عندك بيتمتع بعدسة منيحة، بيتمتع بسنسور قوي، سنسور واسع، وطبعا له كمان حيثيات كثير، يعني بده ساعة لنشرح عن هذا التفصيل بالضبط. طيب خلينا نحكي قد صار لك بعالم التصوير الفوتوغرافي، شو اكثر شيء بيجذبك؟ يعني هلا عم نشوف بعض من صورك على الشاشه صور عامه، يعني ما في موضوع معين، عم نشوف تصوير اطفال، تصوير للمدينه، تصوير لمهنه. في بصور بيقول لك انا هي، يعني في بعض المواضيع بتلفتني، الطبيعه، الغروب، في ناس بتقول لك انا بحب الليل اكثر من النهار. هلا هذا الامر مثل ما تفضلتي بيحدده شخص ثاني، اللي هو مثل ما تفضلتي الصور العامه اللي احنا صورناها، طبعا هو في كثير صور ثانيه بس احنا اخذنا المختارات منها. تعرفي تختاري زاويه صح، يعني انا اذا جبت لك هذا الشخص بتقول يعني بيشبهه على الواقع ولكن هون احلى،
شو اللي بيستفزك اكثر؟ يعني بتحس حالك لازم تمسك الكاميرا وانا فعلا ما ضيع هي اللقطه وصورها؟ هلا الممارسه طبعا بتلعب دور بهذا الموضوع، ولكن اختيارك للمكان الصح هو اللي بده يحدد جماليه الصوره. اختيارك للماده اللي انت عم بتصوريها بزاويه صح، باضاءه صحيحه، هذا اللي بده يجمل الصوره. اما لما ما اهتم بهدول التفاصيل يعني ممكن تكون الصوره عاديه. اكيد، يعني دائما بنقول المصور الفوتوغرافي اللي هو بياخذ شهره اكثر هو الشخص اللي بيكون بيجمع بين الاثنين، بين الموهبه يعني العين الحلوه والحس الفني مثل ما بيقولوا بالتقاط الزوايا، وبين ايضا التدريب والمعلومات الكافيه. بدنا نشكر وجودك معنا ونتمنى لك كل التوفيق. شكرا كثير لكم، الله يعطيكم الف عافيه، وشكرا للمشاهدين. اكيد نتمنى لك التوفيق، وشكرا لوجودك معنا. شكرا، اهلا وسهلا، الله يعطيكم.